السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة. مرحبا بكم معايا في قناتكم مطبخ بيتي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم عصير منعش واقتصادي بدون فواكه وبمكونات جد بسيطة ومتوفرة في كل بيت، فابقوا معايا من أول فيديو حتى الأخير باش تعرفوا على المكونات وعلى الطريقة. فرجة ممتعة. نمر الآن لذكر المكونات مع طريقة التحضير. في كأس الخلاط غادي نوضع جوج حبات ديال الخيار منقيين ومزولة ليهم الزريعة ومقطعين على هذا الشكل. غادي نضيف جوج علب ديال الياغورت بنكهة الفاني، غادي نضيف عليهم ثلاثة المعالق كبار ديال سنيدة، والحلاوة كتبقى على حسب الذوق. نصف لتر من الماء، وغادي نطحن الكل جيدا ونرجع معكم إن شاء الله. ورجعت معكم متابعينا الكرام في الشكل النهائي ديال العصير اللي حضرت معكم بعد ما طحنته. الان غادي ندوز باش نفرغه معكم في الكيسان باش تشوفوا القوام ديالو كيف كيجي. عصير أكثر من رائع، لذيذ بزاف، سهل وسريع التحضير بمكونات جد بسيطة واقتصادي في نفس الوقت. كنتمنى أنكم تجربوه وإن شاء الله غادي ينال الإعجاب ديالكم لأنه فعلا يستحق التجربة. وإلى لقاء جديد في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.